بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن البكتيريا والإنسان. قد يقترن اسم البكتيريا غالبا بالأمراض، فهنالك كثير من الأمراض قد تسببها البكتيريا، إذ أن البكتيريا تفرز سموم تسمى التوكسين، قد تسبب الأمراض وقد تسبب أيضا الموت والوفاة. طبعا في نوع من أنواع البكتيريا اسمه الكوليرا، التي تؤدي إلى أمراض في الأمعاء الدقيقة وتسبب ألم قوي جدا في الأمعاء. طبعا هذه البكتيريا تفرز مادة سامة، هذه المادة السامة تسبب إسهال شديد وأحيانا إلى الموت. أيضا طبعا العلماء حاولوا يكتشفون سر هذه البكتيريا لمعالجة الأمراض البكتيرية. حاول العلماء لفترة طويلة، طبعا عشرات السنين، اكتشاف مواد يمكنها قتل هذا النوع من البكتيريا وأنواع أخرى كثيرة، طبعا دون أن تؤدي إلى تلف أي عضو من جسم الإنسان. طبعا الاكتشافات الهامة في هذا المجال، مجال الطب طبعا، اكتشاف طبعا المضادات كما تعلمون على يد عالم اسمه فلومينج. لاحظ هذا العالم أن فطر البنسليوم يفرز مواد تسبب إعاقة نمو هذه البكتيريا. طبعا هذه المواد تمنع البكتيريا من الحركة ومن النمو والتكاثر، وهي يعني مضاد يشبه المضاد البنسلين. طبعا هذه معلومات بسيطة عن اكتشاف البنسلين ومحاربة البكتيريا. إلى هنا انتهى الدرس، إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.